طيب خلينا نستكمل برضو هذا الخبر. مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب هيبحث في اجتماعه غدا تفاصيل تكريم جانا فاروق ودكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي. قال إن المجلس أو مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين اللي بيرفعوا راية مصر في المحافل الدولية، وفي المقدمة جانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وإن الكابتن محمود الخطيب بيولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، خاصة إن جانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم. ده هيرجع تاني للشق المعنوي اللي احنا كنا بنتكلم عنه واللي هو اكيد في غاية الأهمية.